بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في فيديو إعدادات شبكية سوف نتكلم عن الروت ماب لاب، أو راح ناخذ لاب نطبق فيه إعدادات الروت ماب. طيب راح ناخذ روت ماب لاب، من خلال هذا اللاب راح نطبق إعدادات الروت ماب واللي حتكون للهدف التالي. أنا عندي هنا راوتر واحد متصل مع الراوتر 2. الراوتر 2 اللي هو تابع لشركة الاي اس بي اللي هي مزود الخدمة الانترنت سيرفيس بروفايدر، طبعا هو متصل مع السيرفيس بروفايدر من خلال الشبكة 192.168.1.0. راح نجعل في داخل الراوتر 2 في داخل الاي اس بي راح نخلي الديفولت راوت لأي اتصال شبكة يروح على الراوتر 3، بحيث لما يتصل الراوتر واحد بأي شبكة يتم توجيهه إلى الراوتر 3 كنيكست هوب. لكن راح نقوم من خلال الروت ماب بعمل حالة استثنائية، واللي هي إنه أي جهاز من الشبكة 192.168.1.0 لما يريد الاتصال بالشبكة 172.16.00 فعندها راح يتم مخالفة الديفولت راوت، وبدل ما يكون المسار اللي هو 100.0.0.24، لا، ما دام الاتصال ذاهب إلى الديستنيشن 172.16.00 عندها يقوم الراوتر بتوجيه الاتصال إلى المسار 101.0.0.24. هذا اللاب راح يمر بعدد من الخطوات. الخطوة الأولى اللي هي الإعدادات الأساسية، الخطوة الثانية اللي هي إعدادات الستاتيك ديفولت روت، بعد كده إن شاء الله راح نقوم بالخطوة الثالثة واللي هي إعدادات الروت ماب ونتأكد من إن الروت ماب شغالة معنا. طيب نبدأ مع الإعدادات الأساسية. نروح على الراوتر واحد، ندخل على مستوى الكونفيجريشن تيرمينال. طيب انا عندي الراوتر واحد متصل مع الراوتر اثنين من خلال الشبكة 192 ومن خلال المنفذ فاست 00، معناته ندخل على الانترفيس فاست ايثرنت 0/0. نقوم باعطاء الاي بي ادرس اللي حيكون 192.168.1، نخليها 2 ونخلي الراوتر الاي اس بي هو الواحد، وبالنسبة لقناع الشبكة راح يكون 3255.0. بما انه هو منفذ فيزيائي فلازم نكتب الامر نو شت داون وبعد كذا اكزيت. طيب ننتقل الى الراوتر 2 والخاص بمزود الخدمة. ندخل على مستوى الكونفيجريشن تيرمينال. طيب نبدأ بالانترفيس فاست ايثرنت 0/0، نعطيه الاي بي ادرس اللي حيكون 192.168.1.1 255 ثلاث مرات صفر والأمر نو شت داون اكزيت. عندي بعد كذا المنفذ اللي هو الانترفيس فاست ايثرنت 0/1، هذا المتصل مع الراوتر 3. الاي بي ادرس راح يكون 100.0.1.255 ثلاث مرات صفر نو شت داون بعد كذا اكزيت. ندخل على المنفذ اللي هو الانترفيس فاست ايثرنت 1/0 اللي هو بيربط الراوتر 2 مع الراوتر 4.
الـ IP address راح تكون 101.0.1.3.255.0 no shutdown exit. ممتاز. ننتقل الآن إلى الراوتر 3. ندخل على مستوى الـ Configuration Mode، نروح على المنفذ 01 Interface Fast Ethernet 0/1. نعطيه الـ IP address اللي حيكون 100.0.2.255 ثلاث مرات 0 no shutdown exit. طيب انا عندي في راوتر 3 شبكتين، الشبكة 10 و11، حننشئهم في داخل لوب باك انترفيس او منافذ برمجية. انترفيس لوب باك 1، الـ IP address راح يكون 10.0.1.255 ثلاث أصفار exit. انترفيس لوب باك 2، الـ IP address راح يكون 11.0.1.255 ثلاث أصفار، بعد كذا exit. نروح على الراوتر 4، ندخل على مستوى الإعدادات، نروح على الانترفيس فاست إيثرنت 0/0، الـ IP address راح يكون 101.0.2.255.0، نكتب الأمر no shutdown exit. بعد كذا عندي الشبكة 172 راح ننشاها في منفذ برمجي انترفيس لوب باك 1. الـ IP address راح يكون 172.16.0.1.255 مرتين بعدين 0 exit. طيب الآن انتهينا من الإعدادات الأساسية، خلونا ننتقل إلى المرحلة الثانية من الإعدادات واللي هي إعدادات الديفولت، الديفولت روت أو المسار الافتراضي. نروح على راوتر 1 ونكتب الأمر اللي هو راح يكون IP روت، أي عنوان شبكة بأي قناع شبكة قم بتوجيهه إلى 192.168.1.1 اللي هو مين الراوتر 2 الخاص بمزود الخدمة. Enter Exit. نروح على الراوتر 2 وأيضا ننشئ Default Root اللي هي IP Root. أي عنوان شبكة بأي سبنت ماسك قم بإرساله إلى 100.0.0.2 اللي هو الراوتر 3. ممتاز. خلينا نشوف إذا البينج حينجح ولا حيتطلب مني إني أعرف الراوتر 3. بينج 10.0.0.1. طيب
طبعا مش هينجح، لان انا محتاج اني اعرف الراوتر 3 ايضا على الشبكات اللي موجودة في الراوتر 2 والراوتر 1. حتى لو رحنا على راوتر 2، وكتبت الامر بينج، عندي هنا نجح. استنى، نجح معايا في الراوتر 2 بس ما نجح معايا في الراوتر 3. خلينا نشوف ايش المشكلة. شو اي بي طب انا بس زي ما قلنا محتاجين نعرف الراوتر 3 على الشبكة 192.168.1.0. فلو دخلنا على الراوتر 3 عرفناه على الشبكة، وقتها راح يشتغل معانا البنج. راح نكتب static root ip root، لا ندخل على مستوى الكونفيجريشن، configuration terminal، ونكتب هنا ip root الشبكة 192.168.1.0. قناع الشبكة الخاص فيها راح يكون 255 ثلاث مرات صفر. يتم الاتصال بها من خلال 100.001. انتر. الآن لو حبينا نعمل بينج على 192.168.1.1 حينجح البنك. 1 2 نجح البنك، ممتاز. الآن لو رجعنا على راوتر 1 المفروض البنك ينجح معنا. بنك، لو عدنا نفس الأمر لاحظوا معايا البينج نجح. احنا بس وقتها كنا محتاجين نعرف الراوتر 3 على الشبكة الموجودة في 192.168.1.0. ممتاز، البينج الآن شغال. حلو، ممتاز جدا. بغالي بس أعرف 172.16.0.0 على الشبكة 192.168.1.0. فحروح على راوتر 4 exit. ممكن حتى اعملها مثلا default root. ندخل على مستوى configuration terminal واكتب هنا ip root اي عنوان شبكة باي قناع شبكة، قم بتوجيهه الى 101.0.0.1. enter. بعد كده اكزيت. خلينا نجرب بينج 192.168.1.1. ممتاز، البينج نجح. 2، لو حبيت ابنج على الشبكة بينج 10.0.0.1
تمام، مش موجودة، مش ما في اتصال، لأن احنا مش معرفين الشبكات، بس مش حنحتاج الاتصال ما بين الراوتر 4 والراوتر 3. الفكرة هي أن يستطيع الراوتر 1 الاتصال بالشبكات الموجودة بالراوتر 3 وبالشبكة الموجودة في الراوتر 4. طبعا لو رحنا على راوتر 1 وحبينا نعمل بينج على الشبكة الموجودة في الراوتر 4، المفروض البينج ما راح ينجح معنا. ليش؟ لأن الديفولت راوت راح يتم إرساله على 100.0.0.0 أو 100.0.0.2 اللي هي موجودة في راوتر 3، وراوتر 3 ما يملك اتصال بالراوتر 4، فبالتالي حيفشل الاتصال. يعني لو حبينا نجرب مع بعض، بينج 172.16.0.0.1، شوف unreachable اليو يعني غير قادر على الوصول إليه. طبعا هي تظهر لما يكون الراوتر 2 عارف ان في شبكة اللي هي 172 بس مش قادر يوصل لها او غير قادر الى الوصول اليها. طيب عشان نحل هذه المشكلة، طبعا هي حلها ان احنا ممكن نعمل مثلا static route، لكن احنا نبغى نعملها بطريقة الروت ماب واللي هي توجيه البيانات بناء على destination، بحيث انه لما يكون destination 172.16.0.0 قادم، او السورس راح يكون 192.168.0.1.0، الراوتر 2 راح يقوم بتوجيهه الى المسار 101.0.0.0. طيب علشان الان ننتقل الى اعدادات الروت ماب اللي هي الخطوه الاخيره في الاعدادات، طبعا راح ننفذها وين؟ على الراوتر 2. نروح على الراوتر 2، ندخل على مستوى الكونفيجريشن تيرمينال. اول خطوه في اعدادات الروت ماب هي انشاء اكسس ليست، من خلالها طبعا راح تكون من النوع الاكستندد، عشان من خلالها راح نشير على السورس والديستنيشن. فنكتب الامر بالشكل التالي: اي بي اكسس ليست اكستندد، وبعدين نعطيها اسم، مثلا راح يكون روت ماب لاب، انتر. بعد كذا نعطيها الامر البيرميت، وبيرميت اي بي 192.168. طبعا هنا المفروض حيكون السورس ادرس، راح نقول 192.168.1.0. طبعا المفروض يكون الوايلد ماسك كارد اللي حيكون 3.255. بعد كده حيطلب مني الديستنيشن ادرس او عنوان المرسل اليه اللي حيكون كم؟ 172.16.0.0. بعد كذا حيطلب مني الوايلد ماسك كارد راح يكون طبعا 0.255. بعد كذا انتر. في اضافات وممكن ننقر انتر مباشرة. ممتاز. بعد كذا نقوم بعمل اكزيت. الان نبدأ ننشئ الروت ماب. الروت ماب، ونعطيها مثلا اسم اللي هو راح يكون CCMB، ونعطيها امر مثلا بيرمت 1، هذا رقم السطر. طيب عندي امرين اساسيين في الروت ماب، عندي الماتش وعندي الست. نبدأ طبعا بالماتش، راح نشير فيها إلى اسم الأكسس ليست مثلا اللي هي ماتش اي بي ادرس. بعد كذا راح نكتب اسم الأكسس ليست، اللي هو روت ماب لاب.
بعدين انتر. الآن نيجي للأمر الثاني اللي هو السبت. إيش الإجراء اللي نبغاه؟ شوفوا لاحظوا معايا قائمة من الإجراءات، من ضمنها مثلا لو حبينا نغير المتريك، لو مثلا إحنا هنا راح نركز على أمر اللي هو، خلينا نشوف إذا كان موجود ولا لأ. شكله مش موجود. الأمر المفروض يكون next hop. لو قلنا IP حلو، IP next hop set IP next hop. بعد كده راح نكتب هنا ايش راح يكون النكست هوب. راح يكون 101.0.0. طبعا راح يكون 2. بعد كده انتر. في امر اخر اللي هو set IP امر اضافي الى next hop فيرفي. فيرفي افابيليتي يعني يا راوتر تأكد من انه هو موجود، اللي هو مين؟ 101.0.0.1 اللي هو الراوتر 4. انتر. بعد كده اكزيت. ممتاز، احنا بكذا انتهينا من اعدادات الروت ماب. باقي تطبيق الروت ماب، لانه لو احنا اكتفينا بهذه الاعدادات الروت ماب ما راح تشتغل معانا، فلازم نحدد المنفذ اللي من خلاله راح نطبق في اعدادات الروت ماب لكي تعمل هذه الروت ماب. طبعا عشان ننفذ الروت ماب راح ننفذها على اقرب منفذ للسورس المصدر اللي هو 192.168.1.0. فبالتالي اقرب منفذ لي في الراوتر 2 هو اللي هو ايش؟ المنفذ فاست ايثرنت 00. فراح ندخل على الانترفيس فاست ايثرنت 0/0، وبعد كده نكتب امر تطبيق البوليسي. راح يكون بالشكل التالي IP بوليسي، بعدين لازم نكتب اسم الروت ماب اللي هو CCMP. خلينا نشوف وين الغلط. طيب لازم نكتب امر روت ماب، بعد كده نكتب اسم الروت ماب CCMP، بعد كده انتر، بعد كده اكزيت. طيب الان المفروض تشتغل معانا الروت ماب. لو رحنا على الراوتر 1 وبنقنا على 172.16.0.0 المفروض البينج ينجح. ولو سوينا تريس راوت المفروض راح نشوف مع بعض انه راح يذهب الى الراوتر 2 ومن الراوتر 2 الى 101.0.0.0. خلينا نشوف مع بعض. نروح على الراوتر 1، نكتب الامر، نعيد الامر اللي اعطانا الريتشبل بينج 172.16.0.1. لاحظوا معايا البينج هذه المره نجح. طيب خلونا نعمل تريس راوت على عنوان الشبكه 172.16.0.1. خلينا نشوف مع بعض. سلك المسار اللي هو 172.168.1.1 اللي هو الفاست 00 الموجود على الراوتر 2. بعد كذا تم توجيه، رغم اني عندنا ديفولت روت بتقول انه لا وجه البيانات على وين؟ على المسار 100.0.0.0، ولكن عشان عندنا اصبح عندنا الروت ماب فبالتالي تم توجيه البيانات الى 101.0.0.2، لانه هنا تم الاعتماد على الروت ماب. بكذا احنا نكون شفنا ان الروت ماب اشتغلت معانا. لو حبينا نشوف مثلا اعدادات الروت ماب على الراوتر، ندخل على الراوتر 2 اللي طبقنا فيه مثلا الروت ماب ونكتب الامر. طبعا نخرج من هنا اكزيت.
لو كتبنا الامر شو رن شو عفوا نعيد الامر شو رانينج كونفيج ندور مع بعض على الروت ماب اللي تم انشائها. لاحظوا معايا اعدادات المنفذ الانترفيس فاست ايثرنت 00 واضح في انه تم اعداد الروت ماب عليه اللي هي من خلال الامر اي بي بوليسي روت ماب سي سي ام بي. نحن دائما ننفذ الروت ماب على على المنفذ اللي يكون الاقرب للسورس. نشوف مع بعض الاعدادات. شوفوا لاحظوا معايا هنا عندي الاي بي اكسس ليست من النوع الاكستندد اسمها روت ماب لاب. هي بتسمح ما بين الاي بي اللي هو راح يكون السورس 192.168.1.0 وتشير الى الديستنيشن اللي هو 172.16.0.0. ممتاز. عندي هنا كمان اعدادات الروت ماب سي سي ام بي بيرميت 1 بعدين ماتش اي بي ادرس الروت ماب لاب. يعني راح تم الاشاره هنا الى السورس ادرس والديستنيشن ادرس. وبعد كده طبعا سيت اي بي نيكست اي بي اللي هو راح يكون نيكست هوب اللي هو راح يكون 101.0.0.2 اللي هو راوتر 4. وبعد كده عندي هنا امر يعني يعتبر اضافي اللي هو سيت اي بي نيكست هوب فيرفي افابيليتي يعني يا راوتر 2 تاكد من توافر الراوتر 4 والمسار اللي بيتصل مع الراوتر 4 واللي هو 101.0.0.0. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية. اشوفكم في اعدادات شبكية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.